كلية الأمير محمد بن سلمان تعني لي صراحة الشيء الكبير، فهي مكان لتنمية المهارات القيادية، منطقة رائعة للإبداع والتحفيز على العلم. زملائي في الدراسة جميعهم يعني لهم قيمة كبيرة، يتميزون عن غيرهم انهم صراحة يعني different backgrounds، يعني different industries، different backgrounds، different culture، فبالتالي احنا كلنا موجودين في الكلية هذه نتعلم من بعض، نبني علاقات قوية مع بعض، وفوق هذا كله يعني نشتغل مع بعض ونطلع اشياء ابداعية. التقديم على البرنامج صراحة شيء أنا أنصح فيه، خصوصا للناس اللي يبغون يعني يطورون من مهاراتهم في إدارة الأعمال، وبشكل خاص في بناء شركات خاصة.